بسم الله الرحمن الرحيم المشاهد الكريم اينما كنت نسوق اليك تحايا عطرات وامان النضرات وامالا غير عاطلات والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته والصلاه والسلام على رسولنا الامين محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه الميامين صلاه دائمه الى يوم الدين وبعد حلقه جديده من برنامجكم راي الغلابه آه هذه حقيقة هذه الحلقة حقيقة هي بداية لسلسلة دردشات حول موضوع الاقتصاد أو بعض المواضيع الاقتصادية الموجودة وسنحاول بالقدر المستطاع أنه أن لا نستخدم في هذه الدردشة آه مصطلحات مزعية يعني حنحاول نتعامل مع الامر كده كدردشة باكثر مما انه علم الاقتصاد علم معقد جدا وعلم جميل طبعا لكن علم معقد جدا ومن شدة تعقيد هذا العلم يعني الناس العباقرة فيه ما عدد كبير مقارنة بالتخصصات الاخرى يعني لو جيت مثلا تشوف الاطباء حتلقى فيه عباقرة كتار جدا لو شفت البياطره حتلقاهم كتار الأدباء حتلقاهم كتار الاقتصاد مادة معقدة جدا ومادة ما مربوطة أو علم ما مربوط بس بالحالة بتاعت أرقام تتضاع أو كده إنما هنالك عوامل كتيرة جدا جدا عشان تصل لقرار اقتصادي لابد أن تدركه يعني ودي واحدة من أسباب المشاكل الاقتصادية الموجودة في العالم يعني كل كل زول المدرسة مدرسة قائمة بذاتها في مسألة الاقتصاد دي وكل جهة قائمة بذاتها رغم إنه في قواعد لهذا العلم يعني لكن عند معالجة الأزمات الاقتصادية وكذا الناس بتختلف وكل يرى من زاوية مختلفة آه لذلك حنحاول بقدر المستطاع انه نتعامل مع هذه المساله كدردشه باكثر مما ان علم بمعناه والحقيقي يعني وما حنبدا بالترتيب بتاع الكتب يعني حنبدا باي موضوع يجي في ذهنك كده او في ذهنك او في اي ذهن اي شخص واحد مننا ونقعد نرتب كيف نتعامل معه وندخل فيه قد تداخل بعض المواضيع مع بعض البعض لذلك أرجو يعني إنه الناس ما تنزعج يعني القصد هو يعني بس التوسيع معون المعرفة بالقدر المستطاع وبعدين اللي عايز يعني يعني يستعي أو أو آه يغوص في الموضوع يستطيع أن يغوص فيه في كثير جدا جدا من الجهات التي يمكن ان تفعل ذلك. اول موضوع احنا نتطرق له هو النقد الاجنبي والفجوه النقديه. طيب ما في دوله في العالم ما بتضع اعتبار للنقد الاجنبي لانه في جزء من هذا الاقتصاد بيتعلق بالخارج سواء انت عايز تصدر آه آه من هذه الدولة إلى دول أخرى بعض المنتجات الموجودة عندها أو أنت عايز تستورد من الدول الأخرى منتجات فبتتعامل مع النقد الأجنبي وأنا هنا تكلمت عن النقد الأجنبي وليس الدولار لأنه الدول الشاطرة بتتعامل مع سله بتاعه عملات، سله عملات معناه شنو؟ انه انا ما بركن ما بربط عملتي فقط بعمله وحدي واكون كاني آه واضع نفسي تحت ضرس آه دوله اخرى ايا كان هذه الدوله، طبعا احنا ال ال العمله الاشهر هي الدولار باعتبار انه هو المهيمن الاقتصادي على اقتصاديات العالم كله عشان كده مرات بنتكلم عن الفجوة الدولارية بدلا من الفجوة النقدية وده خطأ في عرف خبراء الاقتصاد يعني انت كدولة يجب ان لا تضع عشان نضرب مثل لنفترض مثلا الجنيه السوداني ده مربوط بالدولار زي ما هو موجود فبالتالي اذا ارتفع الدولار في امريكا اوتوماتيكلي الجنيه السوداني بيرتفع يعني لو ارتفع الدولار في امريكا وصعد قيمة الدولار في الامريكي زادت قصاد قيمة اليورو مثلا حيرتفع قيمة الجنيه السوداني تلقائيا قصاد اليورو لما تفجي تفسر هذه المسألة بتلقى ما في تفسير لها ما في اي تفسير اقتصادي بيقدر آه يدلل لك عن انه في منطق لارتفاع الجنيه السوداني قصاد اليورو والعكس صحيح واسوا في حاله انخفاض الجنيه الس... الج... انخفاض الدولار آه امام اليورو اذا 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 انخفض الدولار امام اليورو لاي سبب يخص امريكا فانت بالمقابل الجنيه بتاعك السوداني ده بيتقلص امام اليورو ويتقزم بدون ايضا اي نوع من انواع التفسير المنطقي والاقتصادي لذلك سوى انك انت ربطته بالدولار فقط لذلك عادة الدول الشاطرة بطرحا العمله بتاعتها لسله عملات وبيسموها كده في المعنى الاقتصادي والمقصود انه مثلا انا بختار خمسه سته سبعه ثمانيه مثلا عشره من العملات الاجنبيه الخارجيه وبتعامل بكل هذه العملات بدون الركون الى عمله معينه محدده يعني لين عنو ده بيخلي العمله بتاعتي مستقله تجاه كل العملات اللي انا بتعامل معها عايز امشي إلى الايوان الصيني عايز امشي بالين الياباني عايز امشي بالجنيه الاسترليني باليورو بالدولار باي حاجه بمشي بهذه الطريقه لذلك الناس الشطار بيعملوا كذا فعشان كده بنتكلم على النقد الاجنبي وليس الدولار بس الدولار هو واحد من هؤلاء آه النقود الاجنبيه في حاجه ثانيه بسموها الفجوه النقديه الفجوه النقديه الفجوه في اي حاجه هي معناها الفرق ما بين الطلب الكلي للنقد الاجنبي والعرض الكلي للنقد لل... 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 الاجنبي بمعنى شنو؟ خلينا نمسك الدولار اللي هو عامل مشكله للناس لنفترض انه الطلب الكلي للنقد الاجنبي في السودان هو ألف دولار يعني لما تجي تستورد وت... وت... وكذا وتعمل وكل الحاجات دي النقد ده يساوي ألف اللي هو طلب السوق للدولار يساوي ألف دولار وانت عندك في البنك المركزي احتياطي نقدي اللي هو العرض المعروض من هذا النقد اللي هو المعروض لي المعروض شرعا او 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 القانونا هو الموجود في البنك المركزي او الموجود في البنوك اللي انت بتتعامل معه يساوي الف دولار يبقى هنا الالف دولار بتاعت الطلب الكلي مع الالف دولار بتاعت العرض الكلي الاثنين مساوين وده ما يسمى بالتوازن الاقتصادي لكن اذا اختلف اي منهما فده عنده بدخلنا في مرحلة بتاعت التضخم و يعني اذا اذا طيب عشان نجيبها بالارقام اذا انا الطلب بتاعي ألف والمعروض عندي ألفين ده بيدخلني في نوع من انواع التضخم يسموه التضخم الانكماشي اللي هو بيقل عند الطلب بتاع الدولار اقل من الموجود عندي ودي نظريا كده بتتشاف حاجه كويسه لكن هنالك سلبيات لها العكس كمان موجود وده الاخطر واللي احنا قاعدين نشوفه طوالي اللي هو سموه الفجوه التضخميه اللي هي انه انا عايز الف دولار عشان اغطي كل الاحتياجات بتاعتي اشتري الدواء واشتري الاسلحه بتاعتي الرسميه طبعا اشتري الكتب اشتري البتاع كل الالف دولار دي البلد في السؤال معدات الزراعة البتاع كلها بالالف دولار دي ده الاحتياج الحقيقي لي لكن انا عندي 200 دولار او 300 دولار في البنك او 500 دولار او حتى 800 900 دولار فهنالك فرق بيبقى الطلب الكلي اكبر من المعروض الكلي وبالتالي ده بيسماه بيسموه فجوه تضخميه ودي عندها مشاكل كثيره جدا بتختص ب يعني الفجوه دي كل ما تكون موجوده بيكون عندي اشكاليه بتاعت تضخم هذا التضخم معناها هنالك زياده في الاسعار الكليه بقى الأسعار شنو اجيب كل السلع مع بعض أسعارها بتزيد وده بيتطلب كثير جدا جدا من المعالجات النقدية المهمة جدا عشان انا اقدر احجم هذا التضخم وألغي او اقلل من هذه الفجوة النقدية طيب ده بيتم عبر عده سياسات في سياسات ماليه بتدعمل وفي سياسات نقديه بتدعمل يعني في سياسات بتت في في اه اجراءات او ادوات بستخدمها بتتعلق بالسياسه الماليه وفي اجراءات بعملها بتتعلق بالنقد الموجود عندي طيب بعمل شنو بالضبط كسياسه آه ماليه سياسه ماليه دي قوانين انا بعملها أو, او او بجريها حتى على نفسك حكومه راشده اول حاجه بعملها بقلل الانفاق الحكومي لما نقلل الانفاق الحكومي خاصه من الدولار في اشياء ما على الاقل اعمل تريمينج او تشذيب لانفاقي الحكومي بالنقد الاجنبي ده بحيث ان انا اقلل الطلب العام بمعنى طيب نجي نشوف ناخذها في امثله الحكومه مثلا نفترض بتدي كل وزير مثلا موجود ووزير فيدرالي او وزير اتحادي وبعدين وزير هنا بتديه مثلا ثلاث عربات واحدة ليه وواحدة للبيت واحدة للأولاد عشان يودوها ثلاث سيارات يعني أديه سيارة واحدة أو كل اثنين أديهم سيارة واحدة كل سيارة واحدة تصل تشيب النايدة وتنزل أو كل واحد أدي سيارة فبكون وفرت سيارتين ابيع هذه السيارتين في السوق وبالتالي انا بقلل الانفاق الحكومي ولما نقلل الانفاق الحكومي بقلل الطلب العام بدل ما يجي انا امشي اعمل لي طلبات لي أو, او يعني شراء لسيارات بمنع هذا الشراء وبالتالي بقلل الطلب العام وبقرب من النقد الاجنبي الموجود عندي في البنك فدي واحدة من الحاجات المهمة اللي أنا بعملها وده بيمشي في كل حاجة يعني مثلا على سبيل المثال أيضا أي احتفالات موجودة مثلا بتكلفني نقد أجنبي مثلا احتفالات بأعياد الاستقلال في السفارات الخارجية دي كلها بالنقد الأجنبي فممكن ألغيها فأنا كده بعمل تقليل للإنفاق العام للحكومة وبالتالي بقلل الطلب الألف دولار اللي كنت مطالبة عشان أنا أقضي بها حاجاتي بتاعت الموازنة بقللها بتبقى مثلا 900 دولار فقللت بهذه الأداة قللت قللت الطلب الكلي وقربت للعرض عشان أسد هذه الفجوة النقدية الحاجة الثانية بعمل ضرائب ورسوم على السلع عشان أقلل الاستهلاك يعني مثلا في بعض السلع هي ما سلع أساسية نجي نشوف لو افترضنا انه في السودان اي شخص محتاج لعربيه نفترض جدلا اي شخص محتاج لعربيه وهو عايز يمشي يشتري العربيه دي من الوكيل العربيه دي تكلفتها آه يعني آه العربيه دي لو فتحتها ممكن واحد يشتري مرسيدس وواحد تاني يشتري آه بي ام دبليو واحد يشتري تويوتا مثلا او يشتري حاجة تانية صغيرة فاقوم انا كحكومة ارفع الرسوم على العربات اللي بتاعت الاغنية اللي هي او العربات اللكجري اللي هي العربات بتاعت ال الرفاهيه مش بتاعت التوصيل ما في عربيه ديورابل انت بتستخدمها عشان تصل لمكانك في عربيه تداير بريستيج العربات النوع ده اللي هي بتاعت المستوى دي ممكن ازيد الضرائب بتاعتها ممكن حتى ازيد ضرائب السيارات كلها واقلل من ازيد الضرائب بتاعت او الرسوم على الجمركيه على كل انواع السيارات فيما عدا السيارات النقل العام القصد هو تقليل الاستهلاك ده بيمشي اكتر في نوع المواد اللي انا بستخدمها يعني بدلا ما انه انا استخدم جبنة ريكفورتي مثلا او كده استخدم انا جبنة بتاعت الدوين وبالطريقة دي يعني ما بمنع الاستيراد لكن بخلي الـ الـ الرسوم بتاع جبنة الدويم دي بتاع جبنة مثلا من الدنمارك او من اي حتة في العالم برفع الرسوم بتاعة الضرائب بتاعتها بحيث انه اقلل من الاستهلاك بتاعه يعني انا ما غرضي انه امنع الناس من انها تاكل لكن غرضي انه اعمل حاجتين مع بعض في الاول اضغط على السلع المستورده للرفاهيه زي الجبنه الريكفارت دي و آه المربات اللي بتيجي من برا البسكويت اللي بيجي من برا كل الحاجات دي بقوم اضغط عليها برفع الرسوم الجمركيه لها وفي نفس الوقت اجيب البديل الوطني اديه فرصه عشان يعيش ويبقى أعلى وكمان أدفع له نوع من أنواع التمويل الداخلي اللي خليه يكون أفضل وبالتالي بكون نقصت من قللت الاستهلاك ولما نقلل الاستهلاك وقلل الإنفاق الحكومي الطلب العام الألف دولار اللي إحنا كنا محتاجين عشان نشتري بها كل الحاجات بتاعتنا دي بنلقاها بقت مثلا 700 دولار 700 دولار ده انا اقدر اوجهها للادويه للبنزين لكده لبتاع اللي, اللي هي بتساوي او قريبه من ما عندي انا موجود من احتياطي في البنك بتاعي من اموال نقديه اجنبيه فدي واحده من الحاجات المهمه جدا اللي انا بستخدمها عشان اقوم اعمل آه آه تقليل للطلب العام والطلب الكلي وده بيسموها الحاجتين اللي انا ذكرتهم ديل اللي هي الرسوم بالاضافه دي اجراءات سياسه او ادوات سياسه ماليه في حاجه بعملها في القروش نفسها القروش نفسها اللي هي دي بسموها الادوات السياسه النقديه او ادوات الادوات النقديه انا بعمل شنو في القروش نمرة واحد برفع سعر الفائدة في البنوك بقوم ارفع سعر الفائدة في البنوك لما نرفع سعر الفائدة في البنوك بحول الاتجاه بتاع المواطن المحلي اللي عنده مدخرات الى ان يضع قروشه دي كودائع داخل البنك كويس من اجل ال... انه انا رفعت سعر الفائده فبديه فائده على القروش المحليه ما بدي فائده على الدولار بدي فائده على القروش المحليه لانه زول الفائده على الفرو... يعني يعني مثلا ممكن اعمل الفائده في الجنيه السوداني آ... خمس آ... 30% 20% 25% 20 حسب ما هي كانت كم وبالتالي المواطن اللي عنده مثلا 200 الف 300 الف بتاع حاجه بالشكل ده بيشيله يحطها في وديعه في البنك بتجيب له عائد شهري نتيجه للقصه دي وبالتالي انا بقل بزيد من الادخار وبزيد ودائع البنك وفي نفس الوقت بدي ال ال الـ 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 الشخص اللي بيخط الفلوس دي او الودائع دي بديه فايدة عالية في حاجة بسموها الاحتياط القانوني اي بنك عنده مجموعة من الودائع البنك المركزي بيقول له مثلا في 30% من الودائع دي ما تستخدمها دي احتياطي لازم تخليها قاعدة موجودة مثلا 30% مجموعة زيدة 30% دي عمال 50% اعمل 40% بحسابات طبعا ما بزيد يعني يجي, يجي يعني المحافظ بتاع بنك السودان يجي بس كده بمزاجه يقول انا الليله داير اعملها 70% مع كده هو بيعملها ل حوالي مثلا زاد 5% زاد 10% بقت من 30% ارتفعت مثلا بقت 35 37% فانا لما نعمل العمليه دي بقلل الكتله النقديه المتداوله بقلل يعني يعني لو فرضنا انه القروش السودانيه الموجوده في السودان ده كل محليه هي عباره عن مليون والمليون دي كل في عشرة بنوك كل بنك عنده مية ألف وكنت أنا كل بنك بقول له أنت تتعامل في سبعين ألف وتخلي ثلاثين ألف لما أزيد إلى سبعة وثلاثين ألف اللي هي اللي هي 37% فبقول له انا داير 370 الف دي عفوا 37 الف دي الجنب مع 30 الف تجنب لي 37 الف فبخلس بيبقى بيقدر يتحرك فيه البنك ده 63 الف بدلا من 70 الف وبالتالي انا كده قللت الكتله النقديه المتداوله موجودة برضو بقلل الإقراب ما أي شخص يجيني أو أي تاجر يجيني يقول لي يا أخي أنا عايز مثلا مرابحة بالحاجة الفلانية أو كده أقوم أديه بقلله إلا في الحاجة المهمة واحد عنده أدوية في مصنع لازم يشتغل في كده في حاجة زي دي لكن ما في مثلا مزول بيجيني مثلا أقول له يقول داير ابني عقار أقوم أديه ما بالضرورة أو لو كنت بدي مية شخص عشان يبنوا بيوت خلال السنة المالية ممكن أنزلهم أبقيهم عشرين فبقلل الإقراض وبالتالي بعمل آه بقلل القصة دي يعني بعمل الفارق ده طيب أنا مشكلتي في العملة الأجنبية او العندي دي مشكلتي لكن شنو اللي بخلينا انا ازيد العملات يعني اسيطر حتى على العمله المحليه هل بخليك تسيطر على العمله المحليه انك انت في النهايه اي قروش بتاعتك في النهايه انت يعني ما هو انت لو قاعد تشتري عمله اجنبيه حتشتريها بجنوب العمله السودانيه وبالتالي انت العمله المحليه بتاعتك لازم تتعامل بها طيب هل انا بعمل حاجه في العمله الاجنبيه نعم بعمل شنو بقوم اطرح سندات حكوميه في البورصات العالميه وبسعر فائده ممتاز جدا دي يسموها الاموال الساخنه الاموال الساخنه شنو هذه الاموال الغرض منها اغراض الحكومه وليس اقراض الافراد يعني أنا مثلا قاعد في أمريكا هنا طرحت سندات حكومية موجودة في أه البورصة بتاعت أه نيويورك اشتريت أنا بما يعادل مثلا مليون دولار ليه لأنه ادوني 10% عفوا 10% ادوني أه سعر فائدة بينما هنا مثلا في أمريكا سعر الفائدة نقول خمسة في المية أو ستة في المية فأنا عندي أربعة في زيادة فبشتري سندات حكومية من السودان يبقى لما نشتري أنا سندات حكومية من السودان بسعر مغري كويس ممكن يصل حتى ل 15% في ده بيخلي بكون انا كاني اقرضت الحكومه السودانيه مباشره طيب ليه يسموها آه أموال ساخنة؟ يسموها أموال ساخنة أولا لأنها فترتها قليلة ولأنه أنت ما, ما مؤسسة مالية تمويلية أنت آه شركة شخص أي أيوة هنا بتشتري هذه السندات زول بيتعامل مع الستوك ماركت مع البورصة طيب آه لما نشتريها انا بعد ستة شهور بعد ثلاثة شهور بعد سنة حسب السندات دي بمشي بستريد كل اموالي مع الفوائد الموجودة عليه عشان كده بسموها آه اموال ساخنة دي ما اموال انت بتستخدم الحكومة بتستخدمها لخمسة ستة سنوات عشر سنوات يعني الحكومة لا تستطيع لما نجي وقت السداد تقول لي والله انا ما عندي قروش او انتظرني او تقعد تناقش معايا القصه دي طوالي بتبقى عندها مشكله بتاعه افلاس لانه دي اموال مربوطه بالسندات الحكوميه او ما يعرف ب الاموال الساخنه في برضو بعض الحاجات المهمة جدا لابد أن نتعرف عليها من الكلام ده إنه أي زيادة في هذه الفجوه النقديه بتودينا للتضخم طيب التضخم ده شنو هو شنو التضخم ده يعني التضخم ده هو زياده مستمره في الاسعار زياده مستمره في الاسعار ولفتره زمنيه غير محدده لكن طويله طبعا انا بتكلم على التضخم العادي التضخم ده ستة انواع ما داري نخش في 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 تفاصيل عن انه تضخم بيسموه بالجامح والسريع والمكبوت ما داري نخش في مسائل زي دي احنا بس دايرين نشوفه طيب تعريفه شنو طيب انا حاقول لكم تعريف بتحبوبتنا بيقال انه آه مجموعه من السودانيين قاعدين مع مع في بيتهم يعني وعندهم حبوبتهم كبيره بتخدم فيهم تجيب لهم الشاي والقهوه وكده وهم بيتكلموا صوت عالي وكده في مره من المرات جات داخله شايلة القهوة وكده وسمعت التضخم وما التضخم وهي استغربت من الكلمة لكن ما في حاجة واحد انتبه لانه الحبوبة دي قاعدة يعني تستمع لكلامهم بشكل او باخر فقام سالها يا حجه قال لها انت سمعتي بالتضخم ده؟ قالت لي ما سمعت به لكن سمعت كلامكم طيب فهمتي مني شنو؟ قالت والله انا ما بعرف يا ولدي الكلام اللي انتو بتقولوا ده معناه شنو؟ لكن لو كنتوا بتتكلموا عن القروش حسي وزمان أنا زمان كنت بشيل قروشي في محفظتي وبمشي السوق أجيب المقاضي بتاعتي دي كلها بجيبها أخدها في القفة وأجي لكن في زمنكم ده أنا قاعد أشيل القروش في القفة وأمشي أجي راجع شايل حاجاتي ومقاضي في محفظتي وأجي المحفظة هي ال... يعني للشباب الصغير هي ال... شنطه كده صغيرونه وحاجه زي الجزلان بتاع المراه كانت بتخطه داخل هدومه ومربوط في عنقه كده وهو بتخط فيه قروشه يعني القصد انه انه زمان كانت بقروش بسيطه بتجيب حاجه كبيره والان بقروش كثيره حتى الحاجه اللي كانت بتجيبها ما بتجيبها ده بالضبط هنا اللي هو الانفليشن هو التضخم هو عباره عن انك انت كنت مثلا في سنه 1998 في امريكا هنا كنت بتشيل العشرين دولار بتاعتك بتمشي البقاله تجيب حاجاتك بتكون ماليه الكارت او العربيه اللي انت بتشيل فيها بعد في 2005 بقت العشرين دولار نفسها يعني على بعد سبع سنوات العشرين دولار نفسها كانت بتجيب نص ال او نص او اقل شويه من النص بتاع اللي كانت بتجيبه سنه 98 ها لما جات 2013 ف بقت ما بتجيب الا حاجه بسيطه قطعا في 2024 هي انت يعني بتشيل ال دي تطلعها وفي نفس ال جزلان بتاعك بتخط الحاجة اللي انت اشتريتها ده هو اللي بيعني التضخم اللي احنا مثلناه بالمنفاخ والدولار المنفوخ ده هنتكلم عن التضخم ده في وقت في في هناية تانية لانه يعني التضخم ده حاجة ما سهلة لكن واحدة من مشاكل الفجوة النقدية إنها بتسبب في التضخم والسبب شنو؟ انه بتحول النقد الاجنبي الى سلعه بدلا من انه وسيله للتبادل آه للتبادل التجاري بيتحول هو نفسه لسلعه وبتبتدي تبقى فيه مضاربات دي واحده الحاجه الثانيه النقد الاجنبي التعامل فيه في اي دوله في العالم ما كله تعامل قانوني أقول لك مثلا مثال الناس في السودان في ناس بيشتروا مخدرات من خارج السودان ديل بيشتروا بالدولار أو بأي قروش أجنبية هم ما بيقدروا يجيبوه من البنك يعني ما بتقدر تمشي للبنك تقول له والله أنا دار لي مليون دولار عايز أمشي أجيب مخدرات ده نشاط غير قانوني فانت بتوفر هذا النشاط غير القانوني من خارج البنوك من خارج الدائره بتاعت البنوك يعني في ناس بيشتغلوا في السلاح باستثناء الدوله غير الدوله بيشتروا السلاح ويوزعوا هذا السلاح على ناسهم موجودين السلاح ده ما بيشتروه بالجنيه السوداني في الغالب بيشتروه بالنقد الاجنبي ايا كان وبالتالي ده نشاط غير قانوني هذا النشاط غير القانوني بيتم التعامل معه في سوق مختلفه تماما عن السوق في نشاط ايضا اخر الدعاره مثلا على سبيل المثال الخمور في ظروف في ظروف السودان الحاليه هي نشاط غير قانوني يعني ما في ما عندنا بارات احنا فاتحه هي نشاط غير قانوني فكل هذه وفي انشطه كثيره جدا غير قانونيه ممكن تعمل التهريب على سبيل المثال سواء تهريب السلع الصادره من السودان لما نهرب السمغ لما نهرب الكذا او لما نجيب حاجه من برنا برضو نشاط غير قانوني هذا النشاط غير القانوني بيتم تمويله من من خارج السوق المصرفي في نشاطات قانونيه لكن الفساد بتخلي انك انت تتعامل في هذا النشاط بطريقه تسحب القروش من المصارف دون ان تعي ذلك حقول لك مثل عجيب جدا في السودان عشان نعرف الى اي درجة كان هذا الفساد مستجري في السودان في فترة من الفترات تم تحديد مبلغ 3000 وكان قبل كده 5000 وبعدين بقى 3000 دولار لأي زول مسافر ما بيسألوك انت مسافر وين ولا مسافر كم مرة ولا الدوق قبل كده ولا ما الدوق لكن بتجد تجيب يعني ما يثبت انك انت مسافر لأي جهة بدوك 3000 دولار فنشأت عصابات هذه العصابات بتعمل الاتي بتقوم تتفق مع 20 30 40 50 نفر من الناس الما عندهم شغل وتقطعله تذكرة لدبي او للقاهره آه وبيسافر شايل ال 3000 في زول هناك مما يطلع من البنك القروش دي طوالي بشيلة من نزول يعني صاحب العصابة أو هذه العصابات بتشيل الفلوس دي طوالي بتديه تذكرته ومعاها 200 دولار أو 300 دولار ويمشي آه يعمل الدائرة يسويه هناك ويراجع طيب بعد أسبوع عشر يوم بيعمل نفس العملية الثانية العصابات دي فيها ناس داخل البنوك وناس خارج البنوك وكده دي كانت واحده من الاشياء اللي قاعده تتعمل واللي قاعده توريك الفساد اللي اللي هو ده بيزيد من الطلب وبيقلل من العرض الموجود وعبر طريق رسمي بيطلع القروش دي لكن القروش دي ما قاعده تمشي عشان هنا بتمشي السوق الاسود عشان كده في سوقين وفي سعرين للدولار لانه الضبط ما موجود، في فساد رهيب جدا. كان في بنك الاعتماد في السودان، بنك الاعتماد في السودان ده اصلا ما بيشتغل ولا بيمولك الا اذا انت دارت تشتري دولار. ولازم تكون بتعرف المدير بتاعه، بنك الاعتماد اللي كان موجود في الخرطوم ده ما لغايه ما انتهى. لغايه ما انتهى عالميا حتى. ما كان بيمول ولا قرش واحد اي عملية تجارية حتى لو كان مخدرات تشتغل بالدولار ده بيمولك ما تشتغل في الدولار ده ما بيمولك فده بوريك يعني هو الدول اصلا بتنهار كيف بالنشاط الموازي ده وحنجي نتكلم عن النشاطات الموازيه دي في مره ثانيه ان شاء الله اللي هو السوق الموازي السوق الاخر السوق مش الاسود في سوق في سوق مو... شرعي أم يعني الشغل فيه ما غلط يعني مثلا لكن وما في اي فساد شغل عادي جدا لكن انا كدوله ما بعرفه يعني ما بعرف هذا الشخص شغال ولا ما شغال فده نجي نتكلم عنه في في حلقه اخرى يعني انا معلش طولت عليكم وكنت بتمنى انه يكون الكلام ده في نص الدردشه دي ما تتم اكثر من 20 ل 25 دقيقه لكن ونسب يعني بتخلي الزول يستمر في الكلام، على أي حال أتمنى إنه يعني هذه النفحات القليلة وهذه الدردشات تكون مفيدة وتكون جربت بعض المفاهيم اللي ربما تكون خافية على البعض، بالتأكيد ما كل الناس هي خافية عليهم، آه وإن شاء الله حنستمر في هذه المسألة، آه وزي ما قلنا بتعلمنا الاقتصاد بشكل عام آه مفاهيمه العامة دون أن نلجأ إلى, 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 إلى مسائل متعلقة بالدراسة الجافة زي ما قلت لك قبل كذا الاقتصاد ده علم معقد جدا وبعدين ما هو ما علم واحد مجموعة علوم مع بعض وفي في دي ديبيت كثير القصه تبتدي بالاقتصاد ولا تبتدي بالسياسه هل هو اقتصاد وعلوم سياسيه ولا هو علوم سياسيه واقتصاد هل الاقتصاد بيجي قدام السياسه ولا السياسه بتجي قدام الاقتصاد كلام كثير جدا ده كله ما شغلنا به احنا كل مره كده حنختار لنا موضوع ونجي نقصقص فيه كده مع بعض دردشه فقط لا غير بهذا نكون قد وصلنا الى نهايه حلقتنا هذه المره تحياتي والى لقاء قريب ان شاء الله